يعني الفطر، وهو أن الناس يعني التقون ببعضهم ويسلمون على بعضهم ويهنوا تهنئة، تكون تهنئة بعيد الفطر، ويهنوا بعضياتهم، تقبل الله الصيام منا ومنك في هذا الشهر يعني العظيم. وإذا لم يعني تكون يعني الصلاة في يعني في الأماكن اللي هي صلاة العيد الذي يكون في الأرض يعني فضاء يعني خاوية كالمصلات وكذا، يصلي الإنسان صلاة العيد في البيوت دياله ويهنئونهم، وهناك حلويات وهناك شاي وهناك الناس وهناك لباس يعني للأطفال، ويفرحونهم ويتكلمون الناس عبر الهاتف إذا لم يكن تكون زيارة في هذا الحجر الصحي. هذه السنن، هناك سنن كثيرة، الحمد لله رب العالمين.